Okay. السلام عليكم. السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله راكم بيان، راكم تنتظروا في الاخبار الساره ان شاء الله، وما تكون غير الاخبار الساره ان شاء الله. هنا هذا راني خارج، كنت في كانت عندي موعد في اخر من المواعيد اللي عندنا في فال دي بيباس هنا لو سونتر دونترينمون تاع ريال مدريد. ان شاء الله الاسبوع القادم كاين ماتش تاع ريال مدريد مع السيتي، نتمنوا لهم النجاح سواء ولدنا محرز او بنزيما ان شاء الله pour que le meilleur gagne. فقط من امام مركز فال دي بيباس ازف لكم تحيه عطره ونقول لكم ان شاء الله ما يكون غير الخير. عندنا ديزيكو كاين اخبار لكن حبينا ننشروها لننتظر التاكد منها بخصوص مقابله الجزائر والكاميرون. احنا نحوسوا على الاقصاء كامل. الاخبار اللي راهي تقول يقول لك اعاده المباراه اصبحت 100% موجوده باذن الله. مازال ما جاتناش الاخبار، يعني هذا ليزيكو من 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 قلب الفيفا. ثانيا الاخبار اللي راهي كاينه، حنايا الاعتصام اللي راح نديروه يوم 4 مع الاخوان المصريين والتونسيين وكثير اللي راح يجيو، حتى افارقه تكلموا قال لك راح يعثروا. تكلمنا كاين اللي تكلموا في الراديو وكذلك، ودرنا الاشهار باش يجيو اخواننا من المانيا نسلم عليهم، سيرتو جماعتنا تاع دورتموند محمد وبنس وجماعه احييهم، احيي جماعه المانيا كذلك جماعه ميلوز ما نسوهمش اون فورس لي زوم. خاوتنا كان راح يحضروا ان شاء الله يوم لوكات. القضيه نتاعنا كما قلتها لا تعدات مطالبنا، ليس فقط بور يعني المقابله تاع الجزائر والكاميرون او الفساد او مقابله مصر والسنغال، بل يجب هدم معبد الكاف وتصحيح صوره افريقيا التي شوهوها بالفساد والرشوه وكل شيء. اذا يوم 4 حتى وكان غدوه ممكن يوم الاثنين راح يكون الاثنين بعد الظهر راح يكون هناك خبر، حتى ولو كان يخرج خبر يقول لك الجزائر تعاد الماتش لازم نروحوا للفيفا وعندنا اعتصام، لانه القضيه ليست قد الان ماهيش قضيه فقط يعني المقابله تاع الجزائر، بل القضيه انها هدم معبد الكاف والفساد، وحتى مسؤولين كبار في الفيفا تواصلوا معي شخصيا وقال لك ما تقامون به سيعطينا القوة لتصحيح لاكاف وهدم لاكاف. إذا يوم 4 ماي سنكون كلنا في زيريخ أمام لاكاف لإعطاء، هناك اتصلنا بكل الإعلام الدولي سيقوم بالتغطية رهيبة يعني وحيدة من نوعها. سنكون هناك لإعطاء كذلك قوة للناس، لأنه أنفانتينو جايين وانتخابات وكل شيء، لكن الوقفة نتاعنا مع إخواننا المصريين والتونسيين وكل الأحرار تولي يعني لي جون بيور من أفريقيا واللي راح يجيو معنا، هي لهدم معبد الكاف. الآن هدم معبد الكاف وتصحيح الكاف، انتهى وقت الرشوة، سي فيني لا كاف لا كوربسيون، سي فيني لي زاشا دي ماتش، سي فيني ليماج سال دو لافريك. هذه هي فرصتنا، سي فريمون لوكازيون. هنا من فال دي بيباس، هذه فال دي بيباس هنا وني اونترينيو جماعه بنزيما وجماعه ريال مدريد عم يونترينيو، حصه رياضيه مغلقه ممنوع التصوير. هاني خرجت باش قدرت نصور لكم، احييكم من مدريد في كل مكان، نحن لن نمل، وكما قلتها لكم من ينصره الله لا غالب له. واما الناس السوداويين والمرضى ندعو لهم بالشفاء فقط، وباذن الله منصورين، لان نحن اهل الحق وقضيتنا قضيه حق ومظلومين. وتحيه الى بالماضي، نقول له يعني انتهز الفرصه من هنا، هاي ولا ننتهز يعني الفرصه واقولها له من هنا، ان كل الشعب الجزائري بكل ايجابياتك بكل سلبياتك انت هنا لكي رأس حربة، لكي يعني ننحر بك الخونة وكل انتهازيين وهذوك الطحالب وهذوك المرضى. بإذن الله هذا شر حصل لنا في بليدة راح يرجع لنا بخير كبير بإذن الله. خوتي بارتاجيو لا فيديو، أحييكم أينما كنتم، أخوكم عارف مشاكرة، لن نكل ولن نمل، نحن أحفاد نوفمبر، وصحة فطوركم
ومبروك العواشر وعيدكم مبارك الافونس. وكما قلتها لكم حتى ويكون قرار الفيفا ايجابي سنذهب الى فيفا، لانه لازم الكاف نهدم مع عبد الكاف. السلام عليكم خاوتي، واحييكم من فالدي بيباس اينما كنتم اينما وجدتم. السلام عليكم.